اربع بطولات كاس امم افريقيه. كاس امم افريقيه يعني الاهلي هو السبب الاساسي وراءها، وهذا امر لا يحصل النقاش. نادر يعني انا رايت تصريح مثلا لشوبير نادر يتحدث عن هذا الامر. فاروق جعفر في لحظه خطاب مع خلاف مع حسن شحاته تحدث هذا الامر. الاهلي طول الوقت هو الدولة المدنية، هو كما قال أيضا عمرو الأديب من فترة في لحظة حق أنه الأهلي هو الأمة المصرية. الأهلي هو يشبه الدولة المدنية، يشبه ثورة 19 أكثر ما يشبه انقلاب 52. عشان هيك الانقلابيين يكرهوه، عشان هيك أسوأ عشرية في تاريخ الأهلي كانت من نهاية الخمسينات إلى نهاية الستينات إلى النكبة، النكبة اللي سموها نكسة كي لا يدفع الثمن. وعشان هيك عندما بدأ يتغول نظام مبارك، بدأ على مبارك جمال مبارك في محاربة الأهلي أو في إضعاف الأهلي. أنا أعتقد أنه الأهلي هو الدولة المدنية الديمقراطية في مصر. الأهلي هو يشبه ثورة 19. الأهلي هو اللي يكره الإنقلابيين والعسكر والنظام اللي كان في الأهلي. الأهلي اللي أسقط حسام بدراوي عندما كانت لجنة السياسات في عزها. الاهلي هو صاحب هذه الانجازات. الاهلي هو العبقري مانويل جوزيه، يعني اللي يحارب الصغار الان. وعلشان كده الاهلي اذا كان اداره الاهلي، اذا صحت الجمله اللي حضرتك بتقولها، الاهلي هو الدوله المصريه المدنيه، فلاول مره بما ان الشيء بالشيء يذكر يصدر قرار بحل مجلس اداره النادي الاهلي لاول مره في التاريخ. صحيح. منذ انشاء النادي الاهلي 7 سنوات 8 سنوات لم يقترب الجهاز القضائي اطلاقا يعني من النادي الاهلي في زمن الغيبوبه. يعني انا اليوم قرات انه يعني انا اشك، انا لا اعتقد انه مجلس حسن حمدي خصوصا مجلس الخطيب انه تلاعب. اليوم قرات انه طاهر ابو زيد هو اللي تلاعب، يعني قرار طاهر ابو زيد تعمد في تشكيل اللجان اللي اشرفت على الانتخابات اتخاذ بعض التجاوزات، وكان يظن انه ابراهيم المعلم سيفوز، انه كان محاوله لحل مجلس اداره الاهلي مره اخرى او الاستعجال في الانتخابات اذا كنا لا نريد ان نتهم طاهر. لكن في فتره الغيبوبه التي عاشتها مصر بعد 3 تموز، هذا مجلس يعني عصام عبد المنعم قال عنهم انهم ابناء الاهلي بالتبني، انا ساقول تجاوزا انه ابناء الاهلي بالتبني. هذا مجلس الثوره المضاده في مصر وفي اجواء تنافسيه حقيقيه. لو كانوا رجال لما ابتدعوا وصاغوا، يعني العمري فاروق اللي كان يعني أسوأ القرارات، واحد من أسوأ القرارات اللي اتخذها الرئيس محمد مرسي هو ان يحضر شخص مثل هذا مدير مدارس خاصه الى كي يصبح وزير رياضه. كان يريد الانتقام من حسن حمدي والخطيب، صاغوا بند 8 سنوات. ثم عندما اجى طاهر، وهو طاهر انا احترمه كلاعب، احترمه كمحلل، احترمه كلاعب في النادي الاهلي، احترم تاريخه. وربما ظلم مع منتخب مصر من قبل محمود الجهري اللي كان يغار من شخصيه طاهر ويغار من جماهيريه، لكن طاهر اصر بعنجهيه يعني على بند 8 سنوات. انا افهم انه بند الثمان سنوات يكون في الاجهزه التابعه للدوله والاتحادات التابعه للدوله. هذا نادي خاص، يعني يفترض انه نادي خاص تحكم جماهيره وتحكم جمعيته العموميه. لو كانوا رجال لواجهوا حسن حمدي والخطيب بدون بند 8 سنوات. لا احد منهم، لا تحالف طاهر ابو زيد ولا تحالف العمري فاروق ولا تحالف نجيب سايروس ولا احمد سعيد ولا محمود طاهر قادرين على هزيمه، كانوا قادرين على هزيمه حسن حمدي، والان لا يستطيعوا هزيمه محمود الخطيب. يعني. ولكن انا كتبت تغريده يوم ما تحول حسن حمدي النيابه، وقلت انها كانت رساله معلومه لم تكن متداوله بشكل كبير، كانت رساله من عبد الفتاح السيسي بزوال عهد طنطاوي، حيث ان طنطاوي وحسن حمدي نسباء اولادهم الاثنين. يعني طنطاوي ابن حسن حمدي متجوزين بنتين اختين. يعني انا اعتقد انه يعني كما قلت كل انظمه الاستبداد تكره الاهلي، انظمه العسكر تكره الاهلي، واضعاف الاهلي اضعاف الالترس هو جزء من اضعاف الاهلي، واضعاف الاهلي كي لا يكون نموذج في مصر في مقابل النموذج العسكري الفاشل. وانا اعتقد يعني الان تستغرب يعني لا احد حتى من الانديه اللي بسموها جماهيريه يتحدث عن عوده الجماهير. الوحيد اللي يتحدث عن عوده الجماهير هو الاهلي، حتى مجلس الاداره الضعيف نتيجه ضغط الالترس، او حتى لا يستطيع، كانه الجمهور الوحيد في مصر هو الجمهور الاهلي، وكانه النادي الوحيد اللي يجب عقابه ولا تحضر جماهيره هو النادي الاهلي. يعني اضعاف الاهلي هو جزء من اضعاف قوة كبيرة، هو اكبر من مجرد نادي كرة قدم اللي تم التفكير فيه كي يكون نادي للحركة الوطنية. كان دوما نموذج ناجح، وكان دوما نموذج قادر على الديمقراطية، قادر ان تكون ناجح. الديمقراطية ليس بالضرورة ان تكون فاشلة، والاهلي كان مؤسسة ناجحة حقيقيا عندما كانت معظم المؤسسات فاشلة. الان يراد افشال الاهلي، يراد الهاء الجماهير الاهلي في مشاكل بين الجماهير والادارة او بين الجماهير واللاعبين وما ذلك. انا اعتقد انه اضعاف الاهلي، اضعاف مجلس اداره الاهلي، المهم محاربه الالترس، هذا جزء كله من توطيد دعائم الحكم الاستبدادي العسكري. عبد العزيز عبد الشافي في يوم صدور الحكم محل مجلس اداره النادي الاهلي عمل مؤتمر صحفي مفاجئ لم وسائل الاعلام، واصدر اعتذار باسم النادي الاهلي لقيادات المؤسسه العسكريه والطنطاوي. هذا كان اعتذار مهين. انا اسكن في بشاك شهير، بشكتاش يلعب في استاد بشاك شهير اللي تم افتتاحه منذ سنه ونصف، يعني يتسع ل 50,000 تقريبا.
بشكتاش يلعب مباراة حتى يستقبل الأندية الكبيرة، استقبل جلطة سراي ولعب مع فنربخشي في كاديكوي في القسم الأسيوي، لكن استخدم جلطة سراي، استقبل جلطة سراي خمس دقائق من بيتنا يلعب المباراة الأوروبية في الاستاد الأولمبي، جلطة سراي له استاد يلعب عليه المباراة الدوري والمباراة الأوروبية، فنربخشي عنده استاد الأندية الكبرى في تركيا طرابزون، بورصة تم افتتاح استاد منذ أسبوعين تقريبا يتسع ل 40 ألف متفرج. تخيل أن الأهلي لا يملك استاد، والاعتذار اللي قدمه عبد العزيز عبد الشاف هو اعتذار مهين. يعني أنا واثق أن يعني ليس خلال سنوات قليلة، لكن بعد 10 سنوات 20 سنة ستعتذر المؤسسة العسكرية، ليس فقط الأهلي، ستعتذر عن أحمد محمود، ستعتذر عن قصر محمد محمود، ستعتذر عن قصر العيني، وتتحدث مسبيرو عن مسبيرو وربعة والنهضة، وستعتذر للشعب المصري عن تغولها على الشعب المصري في السياسة والأمن والاقتصاد خلال 60 عام تقريبا.